الخامسة صباحا في القاهرة، الثالثة بتوقيت غرينتش. موجز إخباري جديد يأتيكم من القاهرة، أهلا بكم. أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات أنها لم تتلقى أي طعون من المرشحين في الانتخابات الرئاسية أو وكلائهم، وذلك على القرارات الصادرة من اللجان العامة بشأن عملية الاقتراع خلال الموعد المقرر لهذا الإجراء المحدد في الجدول الزمني للعملية الانتخابية طيلة أول أمس الخميس. وأضافت الهيئة أنه في ضوء ما تقدم ذكره وما يتضمنه الجدول الزمني للعملية الانتخابية، فقد قرر مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات عقد مؤتمر صحفي في تمام الساعة الثانية من ظهر يوم الاثنين المقبل والموافق 18 من ديسمبر الجاري بقاعة المؤتمرات بمدينة نصر، وذلك للإعلان عن نتيجة الانتخابات الرئاسية. استشهد عدد من الفلسطينيين وأصيب آخرون غالبيتهم من النساء والأطفال إثر قصف إسرائيلي استهدف محيط مدرسة المزرعة التابعة للأونروا في دير البلح وسط قطاع غزة، كما أصيب عدد من المواطنين في قصف إسرائيلي استهدف منزلا قرب دوار الروس في مخيم البريج وسط القطاع. وكذلك شن الطيران الإسرائيلي غارة استهدفت منزلا في منطقة البراهمة برفح الفلسطينية، في ما يواصل جيش الاحتلال قصفه إلى أحياء الشجاعية والتفاح بمدينة غزة. حذرت وزارة الخارجية الفلسطينية من مغبة التعايش الدولي مع فشل مجلس الأمن في تمرير مشروع لقرار لوقف إطلاق النار وتوفير الحماية للمدنيين الفلسطينيين. وطالبت الخارجية الفلسطينية في بيان بجرأة دولية تنسجم مع المواقف الدولية المعلنة والتي تحذر من عمق الكارثة الإنسانية في قطاع غزة، وتطالب بوقف العدوان. قالت وكالة يونهاب للأنباء إن الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية تعتزمان وضع مبادئ توجيهية مشتركة بشأن استراتيجية للدفاع النووي بحلول منتصف العام المقبل وإنشاء منظومة متكاملة للتصدي للأسلحة النووية لكوريا الشمالية. ومن المتوقع أن تشمل المبادئ التوجيهية وسائل لتبادل المعلومات الحساسة والمتعلقة بالأسلحة النووية لكوريا الشمالية والتشاور في حالة حدوث أزمة نووية وقنوات اتصال فورية بين زعيمين البلدين. وقالت يونهاب إنه من المتوقع أيضا أن تدرج الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية تدريبات العمليات النووية ضمن التدريبات العسكرية المشتركة العام المقبل. حذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من أي تدخل أجنبي في الانتخابات الرئاسية الروسية والمقررة في مارس المقبل على خلفية الصراع في أوكرانيا. وقال بوتين خلال اجتماع مع زعماء الأحزاب الممثلة في مجلس الدوما إن أي تدخل في الشؤون الداخلية لروسيا سيتم قمعه بموجب القوانين الروسية، وأكد أن الحكومة ستدافع عن حرية الشعب الروسي وحقه في اختيار مستقبله، مضيفا أن الشعب الروسي هو مصدر السلطة في البلاد. قال شهود عيان إن سلسلة انفجارات دوت في أنحاء العاصمة الأوكرانية كييف عقب تصدي وحدات الدفاع الجوي لطائرات روسية مسيرة، ووقعت الانفجارات على ضفتي نهر دنيبرو والذي يمر عبر المدينة. هذا ولم ترد أنباء بعد أن وقع أو عن وقوع إصابات أو أضرار جسيمة جراء الهجوم.
دعا الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون إلى تسوية ذكية بشأن مشروع لقانون متعلق بالهجرة. وفي حركة مفاجئة وحدت المعارضة صفوفها في مجلس النواب الفرنسي لإسقاط مشروع القانون الذي يهدف إلى تجديد إجراءات الهجرة من دون حتى مناقشته. ويتزامن الخلاف حول مشروع القانون وسط جدل في المجتمع الفرنسي حول الهجرة والأمن. ختام الموجز الإخباري. مشاهدينا، لمزيد من الأخبار يمكنكم دوما تحميل تطبيق أكسترا نيوز من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي أو من خلال QR كود الظاهر على الشاشة أمام حضراتكم. شكرا على طيب المتابعة، وهذه تحياتي أنا أمان صالح.